اسلام بتراس شهاده المدرب الجديد لازم تكلمني مستشفى حكومي مسؤول في التعليم في القاهره. النهارده احب اكلمكم عن سؤال دايما المرضى بيسالونا عليه، هو الفرق ما بين البوتوكس والفيلر. الحقيقه البوتوكس ماده بنشتغل بيها عشان نعالج التجاعيد الحركيه اللي هي التجاعيد اللي بتظهر نتيجه حركه عضلات الوجه. مع السن العضلات بتبتدي تبقى فيها زياده في يعني الفايبرز بتاعتها او الالياف بتاعتها بتبقى زياده، فتبتدي تبان الحركه وتبقى لما مع تقدم العمر ممكن توصل انها تبقى ثابته، يعني تبقى خطوط ثابته. ايه العضلات اللي بتشتغل بالمنظر ده او احنا بنتعامل معاها بالبوتوكس؟ هي عضلات الجبهه اللي هي الفورهيد، وعضلات المنطقه ما بين الحاجبين وحوالين العين، والحاجات اللي بتظهر حوالين الفم من الخطوط الرفيعه اللي بتيجي من نتيجه حركه عضله الفم. يبقى البوتوكس بيشتغل على عضلات الوجه او التجاعيد الحركيه اللي سببها حركه العضله. وده بيتحقن موضعيا في العضله اللي بتشتغل بشكل مبالغ فيه عشان نقلل حركتها، ويشتغل العمر الافتراضي بتاعه من 4 إلى 6 شهور. طبعا في البدايه لازم مع العضله القويه هيبقى ممكن 4 شهور، وبعد كده ممكن مع الاستخدام المنتظم بيقل او يعني عدد الشهور او الوقت اللي بيقعده بيبقى اقوى شويه لغايه ما يوصل 6 شهور.